الكرة القادسية بصاها جاسم عطاها المسعود، فيصل الدخيل، فاروق إبراهيم، فاروق في العرض إلى رضا معرفي، كرة مع حمد أبو حمد، جاسم يعقوب، حمد أبو حمد، حلوة منقولة في أول دقيقة، كرة مع إلى جاسم يعقوب، كرة مع جاسم، طلع في عرض مع جاسم، إنما بيطلعها المدافع العراقي رقم 9 قيصر حميد برا الملعب. الجمهور حي مع أول هجمة لفريق نادي القادس، كرة منقولة ما بين حمد وما بين جاسم، كرة عرضية ماشية على خط التماس، تمشي مع جاسم طلعها في عرض ملعب، بيطلعها رقم 9 قيصر حميد مدافع فريق العراقي القوة الجوية العراقية برا الملعب. كورنر، كورنر راح يلعبها حمد أبو حمد، كورنر، كورنر لاعبها حمد أبو حمد، بيمكن مضبوط حلو، حارس مرمى مشترك بحضر مسعود، إنما تطلعها المدافع، توصل عند صلاح عبد إلى صاحب خزعل كابتن فريق المنتخب الأهلي العراقي وكابتن فريق القوة الجوية العراقية، إلى صلاح عبد، كرة ملعوبة بادية قوية، فاروق بلمها بيعطيها رضا معرفي، لا غير رايه فاروق، هندسها إلى حمد أبو حمد، حلوة من حمد إلى رضا معرفي، كرة مع رضا معرفي، معرفي بيلعبها إلى جاسم يعقوب، في عرقلة من اللاعب فلاح حسن اللي هو بيعرقل اللاعب جاسم يعقوب. بيحكي مباراة اليوم الحكم الدولي عبد السلام الياقوت ويساعده غازي القندي ومحمد مجلي، كرة ملعوبة في النص، توصل باصة خطأ من الحربان ياخذها 6 صباح، تلعب برا الملعب اوت، 6 صباح بيطلعها برا الملعب اوت. رمي التماس للقادسية، صلاح ادريس الى علي محمد، كرة مع جناحي من القادسية تطلع برا الملعب اوت. فريق القادسية وطبعا لابس فيلة صفراء، واضحة ان هي اغمج من فريق نادي من فريق القوة الجوية العراقية، كرة ملعوبة عالية تطلع برا الملعب اوت. الظاهر نشاطي ما قدر يلعب، فطبعا لازم هني لابد يكون الفريق في حارس مرمى واحد، لا حارس المرمى يجب ان يشاور حكم المباراة، يشاوره يقول له تقدر تلعب ولا. احمد ثويني، احمد ثويني، احمد ثويني حارس مرمى، احمد ثويني، احمد ثويني اللي نزل، احمد ثويني اللي نزل بدل الشطي بعد ما طلع، ما راح يكمل المباراه، اتمنى له ان شاء الله التوفيق احمد ثويني. كره ملعوبه، كورنر، توصل قدام خط 18، يبعدها جاسم يعقوب يراجع ورا، توصل عند مجبل فرطوس، مجبل طويله قدام يبعدها الحربان في العرض، حمد ابو حمد، رضا معرفي، حمد ابو حمد، فاروق انما توصل عند فلاح حسن بياخذها عمو الى هشام، فيصل الدخي، رضا معرفي، جاسم يعقوب، يمر جاسم كره معه، مر جاسم كره معه، جاسم مر كره معه في عرض ملعب يصلحها جاسم مسعود، انما توصل الى فلاح، الى المدافع العراقي بيردها الى حارس مرمى، سهله توصل عند مجبل فرطوس، مجبل بمر من حمد ابو حمد لكن ما يخلي صرف فيها، رميه تماس ل مساعد الحكم بيشاور ان الكره ل الفريق العراقي والحكم بمشيها للقادسية، انما الحكم هو صاحب الحق في تقريرها بعد ما شاف زميله. تلعب فيصل الدخيل، كرة مع فيصل، تطلع الكرة برا الملعب او صلاح عبد العراق، كرة معه بيعطيها هشام ناحية اليمين، كرة قدام الجول، هشام بيحطها بالجول، حط هشام بالجول، راية مرفوعة، راية مرفوعة، تسلل 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 تسلل، لما لعبها هشام رقم 14 إلى عمو يوسف، كان عمو يوسف في موقف تسلل، كان في موقف تسلل واضح، لأن شات هشام عمو يوسف كان في موقف تسلل واضح بالصورة، واضح، كرة في النص،
فيصل الدخيل، فيصل بيلعبها قدام، مضى 32 دقيقة من الشوط الأولاني، كرة ملعوب. في قول يابا إنما الحكم ألقى لأنه كان أوفسايد، مساعد الحكم غاز القندي رفع الراية، الحكم أخذ براي زميله، كرة ملعوبة في عرض الملعب، تلعب رضا معرفي، حمد أبو حمد، جاسم مسوت، تلعب حمد أبو حمد مرة ثانية، العصفور حربان بيلمها رضا معرفي، فلاح حسن بيخطف يلعب عمو يوسف فريق العراقي الى صلاح ادريس اللي بيلمها ياخذها مرة ثانية، صلاح ادريس توصل الى عمو يوسف، كرة عمو يوسف بيمر يشترك مع علي محمد وبيصفر حكم المباراة، معلن نهاية الشوط الأولاني بنتيجة تعادل 0-0 بين القادسية وفريق القوة الجوية العراقية. سيداتي يا نساتي سادتي، أحييكم مرة ثانية من ملاعب نادي الكويت الرياضي لأنقل لكم وصفا تفصيليا للشوط الثاني من مباراة اليوم، هذه المباراة الحبية بين فريق القوة الجوية العراقية وفريق نادي القادسية. غيروا محلاتهم، سنترها الفريق العراقي، تلعب توصل الكرة إلى عمو يوسف، العرض يلعبها إلى قصي صباح، إلى فلاح حسن، ترجع الكرة إلى قصي، بيلعبها صلاح إدريس، بيطلعها برا الملعب أو